الرحمن الرحيم. أتوجه بهذا الخطاب إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية المحترمون بعد التحية. اسمحوا لي أيها الإخوة الأعزاء، ومؤتمر القمة العربية ينعقد في مصر الكنانة في شرم الشيخ، وفي مقدمة جدول أعماله هو الوضع الراهن في اليمن، بلدكم الثاني منبع العروبة وموطن العرب الأول، شكا قادة الدول العربية. اسمحوا لي أن أستعرض معكم الأزمة الراهنة في اليمن منذ 2011 وحتى اليوم. بدأت هذه الأزمة منذ 2011 ما يسمى بالربيع العربي، والذي عمت أكثر من قطر عربي ليس في اليمن فحسب، ولكن في عدد من الأقطار العربية. إنني أتحدث معكم وقلبي يقطر دما على ما يعاني هذا الوطن من إراقة للدم وإزهاق للأرواح منذ 2011 وحتى اليوم، وعلى وجه الخصوص الغارات الجوية الأخيرة خلال الثلاثة الأيام الماضية على المواطنين العزل، الذي قتلت المئات من النساء والأطفال والشيوخ لا لسبب إلا لأن السبب هو ذلك الرئيس المستقيل الذي لم يعرف أن يدير شؤون الدولة، ويهمه السلطة والبقاء في السلطة، على الرغم من أن المبادرة الخليجية حدت الفترة الانتقالية بسنتين وانتهت ولايته في 2014 22 فبراير، إلا أنه أصر على البقاء في السلطة وحاول التمديد من خلال الحوار. تعرض الوطن إلى متاعب كثيرة وتحدثنا كثيرا إن هذه القيادة التي لن تستطيع أن تتحمل المسؤولية وقيادة الوطن وإدارة دفة الحكم. اسمحوا لي أن نمر في 2011 تجنبا للصراع وتجنبا لإراقة الدم، تبنى المؤتمر الشعبي العام وأنا كنت على رأس القيادة بصنع مبادرة تتبناها دول مجلس التعاون الخليجي، وذهبنا بهذه المبادرة إلى الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي فجزاهم الله خير فتبنوا هذه المبادرة، وجاءت هذه المبادرة لنقل السلطة سلميا دون أن تراق الدماء، ونقلناها بالفعل سلميا لا ضرر ولا ضرار، انتقلت سلميا ولكنه لن يعرف أن يدير دفة الحكم. تحالف مع حركة الإخوان المسلمين، وتحالف مع اللقاء المشترك، وتحالف مع كثير من القوى السياسية لضرب كل مكون سياسي ضد المكون الآخر. وفي المقدمة هو ضرب المؤتمر الشعبي العام وقيادته المجربة وكوادره المخلصة وكل الكفاءات المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي.